What? Why you didn't go? Hey. Okay. Mic check it. Autofocus. Hi. I will collab a YouTuber. عارفين دعاء معاذ؟ دعاء معاذ فنانة مصرية عندها يوتيوب شانل وبتعمل عليها توتوريالز وفيديوهات عن الرسم والتلوين. في الفيديو بتاعها رسمت رسمة. في الفيديو ده انا هصورها. هصور الرسمة مش دعاء. رسمت هدى بيوتي تحفة. الرسمة تحفة بصراحة. انا ما بعرفش ارسم بني ادمين. ايه يا دعاء ده؟ انا مثلا اخري ارسم شجرة، وردة، ارنب. انا لو حاولت ارسم بني ادم هيطلع كائن فضائي. المهم دعاء رسمت الرسمة في الفيديو بتاعها. ممكن تروحوا تشوفوا الفيديو بتاعها تتعلموا ازاي ترسموا حاجة زي كده. وانا في الفيديو ده هوريكم ازاي تقدروا تصوروا رسمة زي دي او اي حاجة عامة، سواء منتجات، اكل، still life photography، يعني بتصور حاجة جماد. styling for still life photography، يعني ازاي تزوق الصورة مش بس الحاجة اللي انت بتصورها لكن كمان الحاجات اللي حواليها. الموضوع ده مفيد لو مثلا حد بيعمل منتجات معينة وبيبيعها اونلاين وهو عايز يصورها بنفسه، فازاي يصور الحاجة دي بطريقة حلوة وفنية بحيث انها تبين جمال المنتج بتاعه وفي نفس الوقت يبقى الجاليري بتاعه شكله حلو عامة ومتناسق. حاجة لازم تاخدها في الاعتبار وانت بتصور هو البرسبكتيف او المنظور، وده معناه انت بتصور الحاجة من اني زاوية. في 3 زوايا برشحهم وانت بتصور still life photography. اول زاوية هي neutral، اول زاوية المحايدة، وهي بالضبط كأنك بتصور حد واقف قدامك وهو تنزل بالكاميرا لمستوى الحاجة اللي انت بتصورها بزاوية 90 درجة. تاني حاجة ال 45 degrees او ال 45 درجة، وهو انك تصور الحاجة بميل من فوق بزاوية 45 درجة. ثالث منظور هو البيردز اي او اللي فلات او الفلات لي، وده معروف جدا على انستغرام وعلى بينترست بالذات في الفود فوتوغرافي او تصوير الاكل، وده ان الحاجه تبقى محطوطه على ترابيزه او على اي سطح عامه وتصوره من فوق زي كانك باصص عليه بعين طائر، وده الاسلوب اللي انا استعملته في الصوره دي. تاني حاجه لازم تاخدها في الاعتبار هو الكادر بتاعك وانك تملاه. بعد ما تقرر الكادر هيكون مربع او مستطيل، ابدأ املى الكادر بالادوات اللي انت شايفها مناسبة للحاجة اللي انت بتصورها. في الصورة دي البطل بتاعي هو رسم الدعاء، فمليت الكادر بادوات دعاء ممكن تكون استعملتها في الرسم زي فرشة الالوان،
أو الألوان نفسها، الألوان الذهبي اللي استعملتها في الهايلايت على هدى بيوتيز ميك اب، وبرضو في نفس الوقت مليت الكادر بحاجات ممكن تكون كانت حوالين دعاء وهي بترسم، زي زرعة أو بكرة خيط أو مقص أو عدسة مكبرة. ادي إحساس للمشاهد إن الصورة دي هي عبارة عن ركن صغير من مشهد أكبر وأحلى بكتير. تالت حاجة تاخدها في الاعتبار هي الإضاءة. ركز دايماً إنك بتكون بتصور في إضاءة كويسة. أنا هنا استعملت إضاءة الشباك لأن الموضوع مش محتاج أكتر من كده. حاول دايماً إنك تكون يا إما جنب الإضاءة يا إما واقف قدام الإضاءة والحاجة اللي أنت بتصورها ما بينكم علشان ما تكونش ظل في الصورة. رابع حاجة هي الملمس والألوان والطبقات. الملمس اللي أنا اخترته في الصورة دي هو ملمس دافي زي الخلفية الأسمنتية أو القماش المتكرمش أو بقرة الخيط أو القطع الخوص اللي أنا حطيتها تحت رسم الدعاء. كل دي حاجات بتدي إحساس بالدفء. ممكن تختار ملمس ناعم يدي إحساس بالبرودة زي مثلا الرخام أو المعدن. بالنسبة للألوان أنا اخترت ألوان محايدة ما تاخدش العين عن رسم الدعاء، كلها حاجات هادية زي البيجات أو الألوان اللي دعاء استعملتها في الرسمة أو الهايلايتس الذهبي والفضي اللي استعملتهم في الميك اب بتاع هدى بيوتي. أهم حاجة إن الواحد أول لما يبص على الصورة عينه تيجي على الهيرو واللي هو رسم الدعاء في الصورة دي. بالنسبة للطبقات هنا رسم الدعاء عبارة عن ورقة، فإني أصور ورقة كده لوحدها هتحس إن الصورة فلات ملهاش أي عمق. لو أنت حسيت إن الصورة فاضية وعايز تدي عمق ليها ابدأ حط طبقات فوق بعض. يعني أنا مثلا حطيت الخلفية، حطيت فوقيها الخوص، وبعدين فوقيها رسم الدعاء والألوان وهكذا. ولو انت واخد موضوع التصوير ده بجدية زي تصوير الاكل او تصوير الادوات، دايما خد في الاعتبار وانت بتشتري حاجات لبيتك في محلات الادوات المنزلية او محلات الادوات المكتبية انك تختار حاجات شكلها جميل وهتمشي مع التصوير، هتقدر تستعملها وبرضه هتقدر تصور بيها ويبقى شكلها حلو في الصور. انا هنا الحاجات اللي استعملتها دي حاجات جمعتها على مدار شهور وسنين وبقيت اختارها، وانا دايما بحط في الاعتبار ان انا مش بس هستعملها ده انا كمان هصورها. آخر حاجة تكوين الصورة أو الكومبوزيشن. ممكن الصورة تكون فيها مساحة فاضية كتير أو النيجاتيف سبيس، وده الغرض معين هو إن الواحد أول لما يبص على الصورة هيسيب كل الأماكن الفاضية وهيبص على الحاجة اللي متصورة، أو بغرض إنك عايز تحط تكست أو كلام مكان النيجاتيف سبيس دي. ممكن يكون تكوين الصورة زحمة وفي أدوات كتير فبتدي إحساس إن الصورة مش بس عرض للمنتج الأخير لكن هي عبارة عن قصة المنتج إزاي ده حصل، زي ما أنا عملت هنا في الصورة دي، وهو أني عرضت الصورة لكن في نفس الوقت عرضت إيه هي الأدوات اللي استعملناها علشان الرسمة دي تطلع بالجمال ده. أتمنى أن تكون النصايح دي مفيدة. أنا هنا هسيبكم تتفرجوا على بقية الفيديو وأنا بصور رسم الدعاء من زاوية مختلفة وهي زاوية النيوترال، وفي آخر الفيديو هعرض الصور النهائية لرسم الدعاء. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وسيبوا تعليقاتكم في الكومنتس، وبس كده.